السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف واحنا شغالين على برنامج وول بلان، وده من برامج البيم القوية. طيب دلوقتي انا هقول له ان انا عايز ارسم عندنا هنا الوول وانواع كثيرة، هنبدأ نشوفها مع بعض. عندنا السلاب والكولوم والبلوك فاونديشن. طيب انا عايز ابدأ اشوف الادوار اللي موجودة عندي، فهدوس هنا فهيبدأ يقول لي الادوار الموجودة بيلدينج ستراكشر، بيقول انه هيستخدم وزر. طيب البيلدينج كم مبنى، كم دور، السب ستوريز قد ايه، الفيوز سيكشن ريبورتس، كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها. قول له اوكي بالشكل دوت. ده البيلدينج الاستراكشر انت هتشتغل عليه، واقول له فعل لي الفيوز سيكشن و الروبوت. ونقدر ان احنا نضيف في اي لحظة ادوار تانية، اقول له فلور مانجر. ده هنا الادوار بالشكل دوت، تمام. فممكن نقول له ان احنا عايزين نزود، ده هنا بيعمل اكسبنتد، اشوف كل الادوار بحيث ان انت تشوف هنا ده التوب، تمام اهوت. نقدر ان احنا نضيف من هنا نيو موديل، ونقول له مثلا هيبقى اسمه كذا، هيبقى number of stories above zero، هيبدأ ان هو يدفولي بالشكل دوت، تمام. طيب وممكن ان انت تحذفه او تعدل فيه لو انت حابب. هقول له اوكي واقول له كلوز، وهبدأ اجي اقول له السلاب، فبيقول لي ابدأ ارسم السلاب او تبدأ تعمل opening في السلاب. اقول له سنجل بشكل دوت، ده السلاب بتاعي بالشكل ده. لما تحب تخلص السلاب دوس مرتين بسرعة يبدأ يرسم لك السلاب. تقدر تعمل مالتي، ونقدر ندخل الأرقام من هنا من أسفل الشاشة زي ما احنا عايزين. تخلص تقدر ترسم تاني وتالت ورابع وهكذا. طيب ممكن نقول له ان احنا عايزين نرسم فاونديشن. لما ندوس على السهم الصغير بيديني اختيارات موجودة هنا، بلوك فاونديشن او سلاب فاونديشن او سلاب ستريب فاونديشن. ممكن اقول له سلاب فاونديشن، ابدأ ارسم بالشكل دوت. وبعد كده هقول له ان انا عايز اعمل ستريب فاونديشن، بالشكل دوت. وممكن بعد كده تقول له ان انت عايز ترسم وول. ممكن تشوفها على هيئة هيدن، أو تشوفها على هيئة أنيميشن أو سكتش أو هكذا. يقدر يعمل لها الريندر بتاعها في ثواني.